شعبة المواد الغذائية، انخفاض سعر كيلو السكر الحر 15 جنيها بالأسواق. كشفت فاطمة عبد المقصود عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن تراجع سعر السكر الحر في الأسواق من 50 جنيها إلى 35 جنيها بنحو 15 جنيها نتيجة تكثيف وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر الحر سواء لمستخدمي الدعم التمويني أو بالسوق الحر للمواطنين غير مستحقي الدعم. وأضافت عبد المقصود في تصريحات لجريدة المصري اليوم أن وزارة التموين تطرح السكر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر، حيث تتيح السكر الحر بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومن خلال بدالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12 جنيها و60 قرشا للكيلو للمستفيدين من الدعم. وتابعت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاضات في أسعار السكر، خصوصا أن لدينا اكتفاء ذاتي ولا نستورد أكثر من 8% من احتياجاتنا، مؤكدة أن السعر العادل للسكر في حدود 27 جنيها للكيلو. واستطردت إلى معدلات صرف مقررات ديسمبر التموينية التي تم صرفها إلى المستفيدين على البطاقات التموينية والتي بلغت 100%، موضحة أن منافذ صرف المقررات على مستوى الجمهورية تعمل يوميا حتى 9 مساء لصرف المقررات للمواطن. من جانبها أكدت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي للتعاون الجمعيات حماية المستهلك أن الاتحاد رصد توافر كميات إضافية من السكر طرحت في الأسواق من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.